ولا يعملوا حاجة، ده بيقولوا كلام وخلاص. لو كنت شفتيهم كنت هتشوفي الغدر في عينيهم. انا حاسس انهم مش هيسيبوني في حالي. طب وانت ناوي على ايه؟ هكتب المحل باسمك عشان لو فكروا يعملوا حاجة اكتشفوا ان المحل مش باسمي ويطلع انا ابوهم على شؤونها. بس ايه؟ عايزك تضمني لي حقي. اللي هو ازاي يعني؟ تمضي لي على شيكات بتمن بيع المحل عشان قلبي يطمن. انت مخوني يا شوقي؟ اخونك؟ هكتب لك محل ب 20 مليون جنيه مش عايزه تطمنيني بكام شيك وانا حاطط شقه عمري بين ايديكي؟ كام شيك؟ 20 شيك، كل شيك بمليون جنيه عشان شيطانك لو وزك كده ولا كده وقلتي باصلك هتلبسي 20 قضيه. اللي تشوفه يا حبيبي. امسك يا ابراهيم، ده شيك ب 100,000 جنيه، هتاخد 400 وسكرينه وتروح تصرفوه وتشتري خاماتك وتبداي باول 10,000 قطعه عروسه. بس دول 10,000 عروسه يا عبد الله، مش عروسه ولا عروستين. ده هيتنطط علينا من اولها. بقول لك يا عبد الله، اديني انا ال 100,000 جنيه وانا هعملهم لك على كيف كيفك. والنبي تنقطنا بسكتك انت. حاضر. في يا ابراهيم؟ في ايه؟ انت هتدوس على رزق من اول ما اجي لك ولا ايه؟ لا طبعا، هو انا كنت هطول. طب ايه بقى يا هيبه؟ ايه ما تصمت كده وخليك مسبوط. انت هتقصر رقبتي ولا ايه؟ ما تفهمنا يا هيبه. انا قصدي يعني طلبيه زي ديت محتاجه صنايعيه. يعني مال يعني؟ ما تقول له هو. طلبيه زي ديت محتاجه صنايعيه تكون فاهمه الشغلانه، تساعدني وتفنش ورايا الشغل عشان اقدر اسلم الطلبيه في ميعادها يا عبد الله. هو انا قلت حاجه؟ انت مش عندك صنايعيه؟ عندي بس مش كفايه. يا عم هات اللي انت عايزه، مالكش دعوه. ومعاك سكرينه وابو عمير. بس اعرف هيديني كام يعني، مش جاز ما عجبنيش. انا عايزك تنسى ابو عميره خالص، ركز مع سكرينة. ماشي احسن برضه. ليه؟ عشان انا ملتزم في الشغل، انما ابو عباري وشه فقر ومتشائم دايما في كل حاجه، ويجي في الشغل بقى يقول لك مش قادر، اصلا انا مش قادر دلوقتي، اصلا انا مش فايته، ويعطلنا ويبوظ الشغل. يا ساتر يا رب، ده انا ما صدقت ربنا فرجها عليا وخرجني من حاله الكآبة اللي كنت فيها. الله الله الله، طب بتبص لي كده ليه؟ انت صدقتهم؟ ده انا بهزر. بتهزر برضو؟ ايوه بهزر، وانا خدام اكل العيش. ماشي، طب نقرا الفاتحه؟ نقرا الفاتحه. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. اوعى تسيب الشيك ده من ايدك تاني، امسك الشيك. يلا اقرا الفاتحه. من الاول تاني؟ من الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. خضيت يا نونا؟ انت عايز ايه؟ جاي اخد حاجتي. حاجتي؟ انت هتستعبطي ولا ايه يا بت؟ اطلعي بالالماز. الماز اللي اطلع بيه ده حقي وخدته، وانت لو فاكرني هرجعه لك تبقى مجنون. اللي انا اديتهولك بمزاجي ده خلاص، انا بتكلم عن النص التاني. نص تاني ايه؟ هي تلقيح جتت؟ ما تحوريش، ده شقه عمري، ولو ما رجعليش انا مستعد اخلص عليكي. لا يا حبيبي، شوف مين اللي ضحك عليك وخد منك النص بتاعك، ماليش فيه. محدش غيرك يعرف ان معايا الماس، وانا بقى مش هبعتلك كام بلطاج زي ما عملتي معايا. انا هخلص عليك. ابعد عني، هتخنق هتخنق. ابعد. ده عينه بسيطه من اللي ممكن تحصل لك. بكره الحاجه تكون عندي، يا كده يا اما مش هيحصل لك كويس.